طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. هل سيتم تشكيل الحكومة بعد 5 أشهر من الانتخابات التشريعية في العراق؟ هذا التساؤل يأتي في ظل تأكيدات سياسية في العراق بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رشح ابن عمه جعفر الصدر سفير العراق في لندن لرئاسة الحكومة المقبلة. المصادر السياسية تحدثت وأوضحت بأن ترشيح جعفر الصدر جاء إثر تفاهمات سياسية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي يضم الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران، وأكدت بأن التفاهمات الأخيرة حدثت بعد اتصالين هاتفيين بين نور المالكي وبين مقتدى الصدر. كما تحدثت مصادر محلية بأن مباحثات تشكيل الحكومة جاءت بعد تدخل شخصيات متنفذة في العراق وشخصية مهمة في طهران. وأكد القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر بأن تقارب القوى الشيعية سيما نور المالكي ومقتدى الصدر سيعجل الوصول إلى اتفاق سياسي. جعفر قال بأن لقاء الصدر مع المالكي جاء بضغط من علي خامنئي مرشد إيران ومحمد رضا السيستاني لإنهاء إدارة الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي التي أحرجت الجميع كما قال سيما التيار والإطار التنسيقي وسرع من وتيرة تقاربهم. أضاف بأن التقارب كما قال سينهي هذا الخلاف وسوف يتفقون على تشكيل الحكومة المقبلة. فهل سوف يتم تشكيل الحكومة بعد مضي نحو 5 أشهر على الانتخابات التشريعية؟ طبعا مصادر سياسية تحدثت وقالت بأن إيران ضغطت على الصدر والإطار التنسيقي للوصول إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة المقبلة يقضي بمنح الإطار التنسيقي صلاحيات واسعة ومناصب وزارية، بينما يترك للصدر حرية اختيار رئيس الوزراء. دعونا نتابع هذا التقرير حول لقاء الإطار التنسيقي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. لا حكومة جديدة بدون موافقة المتحكمين بالمشهد السياسي في العراق مجتمعين، هذا ما توصل إليه مقتدى الصدر مع ممثلي قوى الإطار التنسيقي بعد شد وجذب ومساومات استمرت لأشهر. خطوة مفاجئة اتخذها الصدر عندما أعلن عن اتصال هاتفي نادر جمعه بنور المالكي، ما يشير إلى تطور ملحوظ في مساعي تشكيل حكومة جديدة مرتقبة. تواصل الصدر مع المالكي يأتي بعد صراع شديد بين الطرفين، حيث لم يفوت أحدهما فرصة للتشهير بالآخر والتعريض به، حتى أن الصدر كان قد أعلن استحالة الوصول إلى توافق مع خصومه المفترضين دون إقصاء المالكي من المشهد. مصادر سياسية ذكرت أن قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وضرورة أن تجري بأغلبية الثلثين كان له تأثير كبير على قرارات الصدر، حيث أن العدد المطلوب لانتخاب الرئيس هو 220 نائباً، وحشد هذا العدد غير ممكن دون موافقة قوى الإطار التنسيقي. مصادر مطلعة أخرى ذكرت أن السبب الحقيقي للتقارب بين المالكي والصدر جاء بضغوط خارجية إيرانية لفرض تسوية تعطي قوى الإطار التنسيقي صلاحيات أوسع في الحكومة المقبلة، مع ترك الحرية للصدر في اختيار رئيس الوزراء. كما أن قوى الإطار التنسيقي تلزم الصدر بالعدول عن فكرة ما سماها حكومة الأغلبية الوطنية والتزام مسار المحاصصة المفروضة على العراق منذ عام 2003.
الحكومة الجديدة القادمة لن تكون أفضل حالا من سابقاتها، فوراء كل نائب ووزير ميليشيا مسلحة تعطيه صك الحماية تحت شعار المنصب للأقوى. نعم، معنا اتصال أبو عمر من بغداد. أبو عمر، بعد مضي نحو 5 أشهر من الانتخابات التشريعية، برأيك هل سوف يتم تشكيل الحكومة، خاصة بعد اتصال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بزعيم الإطار التنسيقي نور المالكي؟ حياك الله أستاذ عمر، وحيا قناة الرافدين. أهلا وسهلا بك. بالبداية أستاذ عمر، نحب في الذكرى السابعة لفقيدنا الراحل المرحوم حار الظالي نطلب من الله الرحمة لجميع شيوخنا وأساتذتنا وعلمائنا الأفاضل بالرحمة والخلود، لأنهم الأصالة في ذكرى العراق في هذه الذكرى السابعة، ونحن نطلب من الله الرحمة والمغفرة جميع شهدائنا وشهداء الثورة وشهداء تشرين بالرحمة والسلوان والصبر لمن فقد أعزائهم. آمين يا رب العالمين. نعم أبو عمر. آمين. أستاذ عمر، بالنسبة تشكيل الحكومة اللي ما هي الأحزاب اللي صارها أكثر من 18 سنة اللي كل ما يشكلون حكومة انتقالية لحكومة الجعفري أو المالكي، هذول يعني كلهم من الأحزاب اللي هم الأحزاب 18 سنة ما سووا شيء، فحتى وإذا رادوا يشكلون من كتلة صدرية، هاي كتلة صدرية أستاذ إحنا نعرف هم يعني حرام بقاهم في السلطة، لأن مقتدى الصدر هو أساس يعني الخراب في البلد، يعني شكل ميليشياته وقتل أبناء الشعب العراقي بالطائفية، ولحد الآن مواصل القتل، يعني آخر مرحلة قتل قتل برغام ماجد اللي جماعته اللي في الثوب الحلة، يعني هذا الشخص متظاهر مسلمي، يعني كيف إنه جماعته برغوه وكتبوا هذا الشخص اللي يعني ما عنده لا سلاح ولا اي شيء يطالب بالغلاء بالوضع اللي عايشين فيه، فكيف يعني نتامل من هيك شخص من هيك احزاب يكون رئيس وزراء يمثل في وجود هذه الاحزاب ومن هاي الطبقه الفاسده، يعني شلون نتامل هذول الزعماء اللي موجودين يطلع من عندهم رئيس وزراء يخدم العراقيين ويتحمل المسؤولية ويقدم منهم الأحسن والأحسن، هم نفسهم سلطة الأحزاب وقياداتهم اللي من مقتدى الصدر وهادي العاملي وقيس الخزعلي والمالكي كلهم ما سووا شيء للشعب العراقي، فإيران أستاذ عمر يعني من ضمن هذه الطبقة الفاسدة، ما ممكن أنه يحصل رئيس وزراء مستقل يعني يقدر يقدم وإعادة افتتاح المعامل وإعادة الزراعة وإعادة المستشفيات والبنى التحتية، هذه إذا صارت يعني معناته خربوا كل ما سووه من 2003 ولحد الآن، هاي الأمور مصدر في لهم، لأن هذول الزبرة الموجودة اللي عندنا بالعراق اللي جاي تحكم هم تحت أمرة إيران والولايات المتحدة الأمريكية اللي هم خلتهم ونصبتهم بناء العراق، يعني معناته تقدمه رئيس وزراء من راح يكون له مكانه في العراق، يعني ما ممكن هذول يكونون يعني انت تشوف يعني انت لديك يعني راي بانه حتى لو شكلت الحكومه بعد مضي 5 أشهر نحو 5 أشهر، وهذا يعني اصبح كانه عرف، يعني بعد كل انتخابات تتاخر 6 أشهر سنه حتى تشكل الحكومة، أنت رؤيتك على واقع حال المواطن حال وضع العراق حتى لو شكلت لن يتغير شيء؟ أستاذ عمر، يعني حتى شكلت حكومة رئيس وزراء بوجود هذول الأحزاب الفاسدة ما يكون العراق يوصل إلى مرحلة متحسنة، ليش؟ وأن هذول هم الناس الأشخاص الموجودين زعماء قيادات الميليشيات ما يريدون العراق لا يستقر ولا يتقدم، سوف يخسرون كل هم بنوه، يعني 18 سنة ظلموا العراق والعراق كل المواطن العراقي ما شاف من عندهم لا حصة تموينية ولا تقدم لا زراعة ولا وظائف ولا انه اي شيء، هذا المواطن سوى القتل والتهجير وسرقة اموالنا
اللي سرقوها واللي قاعدين يتمتعون بخيراتنا، فكيف نتأمن من هذول الأشخاص اللي موجودين في السلطة إنه يجي رئيس وزراء يعطي للشعب العراقي ويوصل إلى مرحلة وبر الأمان؟ فهاي من سبع المستحيلات. أستاذ عمر، وجود هذول الأحزاب في العراق ما يشكل عندنا أي تقدم، ما يشكل عندنا أي تقدم إلا ثورة أستاذ عمر. يلا إن هذول نخلص من عندهم يجي رئيس وزراء، رئيس وزراء يعني مستقل بدون وجود أحزاب، بدون وجود ميليشيات، هذه ممكن أن يكون؟ فهاي مستحيلة، لأن هذول كل ما يبنوا 18 سنة راح يفلش عندهم، لأن الأموال اللي قاعدة تأخذ من عندهم رئيس وزراء يقدم بها افتتاح مشاريع، افتتاح معامل. هاي سبع المستحيلات. أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا. طبعا جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جدد تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية كما قال عقب لقاء جمعه اليوم السبت مع قادة في الإطار التنسيقي، ووصف بأنه جرى في أجواء إيجابية. يأتي ذلك في ظل حراك سياسي تسارع خلال الأيام الثلاثة الماضية لحل الأزمة السياسية منذ الانتخابات التشريعية التي جرت قبل 5 أشهر. طبعا تم إجراء اتصال بين الزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومع ائتلاف أو رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أول من أمس الخميس ليحرك عجلة الحوارات من جديد بحسب مصادر صحفية. اليوم السبت اجتمع وفد من قادة الإطار التنسيقي ضم هادي العامري وفالح الفياض وأحمد الأسدي، رافقهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر مع الصدر في مقره بمنطقة الحنانة في محافظة النجف. لم تكشف أي جهة عن تفاصيل الاجتماع، إلا أن الصدر جدد في تغريدة له عقب الاجتماع تمسكه بحكومة أغلبية وطنية، وقال لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية بحسب تغريدة الصدر. الصدر رفع شعار حكومة الأغلبية الوطنية كتوجه له منذ إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة اللي جرت في 10 أكتوبر من تشرين الأول الماضي، وهو ما اعترض عليه تحالف الإطار التنسيقي واللي دعا إلى حكومة توافقية. زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر أكد بأن أجواء الاجتماع مع الصدر كانت إيجابية، وتحدث في تغريدة له على تويتر وقال نؤكد دائما أهمية الحوار الوطني لتجاوز العقبات واستكمال الاستحقاقات الدستورية. قال العراق بحاجة إلى التفاهم والاستقرار. عبر عن شكره للصدر على مبادرته الكريمة كما قال، وقال أمن كبير من خلال الأجواء الإيجابية التي رافقت لقاء اليوم في الوصول إلى حكومة قوية تعبر بالبلاد إلى بر الأمان بحسب تعبير خميس الخنجر. زعيم تحالف النصر ضمن الإطار التنسيقي حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق عبر عن ترحيبه بالانفراج الذي أسماه بالانفراج السياسي الحاصل لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما حذر مما سماها بفوضوية الحكم والاجتهادات الخاطئة، وتحدث في بيان وقال نرحب بأي انفراج واتفاق سياسي لإنهاء الجمود الحالي، وقال ندعو لمعادلة حكم قوية. معنا اتصال منو؟ كيان من بغداد. أخي كيان، بعد مضي 5 أشهر على الانتخابات التشريعية في العراق، هل سوف تتشكل الحكومة خاصة مع لقاءات الصدر بزعامات في الإطار التنسيقي واتصال كان يوم الخميس بينه وبين نور المالكي؟ مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. تحية طيبة لك. والله كل الحب والاحترام من القلب إلى القلب إلى أخو الكادر مالك. الله يسلمك ويحفظك. اسمع أستاذ عمر رحمة على والدك، اسمعني يرحم أمك الطيبة. أنت إحنا الخنجر صار سياسة الرجال، ودخل وياهم سيد مقتدى يلتقوا وياه اليوم، والباحث والعلي الرهابي هاي وحدة. راح يقول على الخنجر هذا عنده مقاطع فيديو ارسلكم اياها، وعدكم ليش علي ما ارسلك اياها؟ يقول على الخنجر هذه. حتى احنا صارت ارواحنا 40 مليون بيت المقتدى ويجي الخنجر.
هاي صارت ارواحنا بيد هاي الناس ذول السنين. لا سنه ولا علم شنو دارسين بهذا الفور. شنو راح يقدمون للبلد هم ذول؟ شنو خطتهم المستقبليه؟ خططهم المستقبليه شنو؟ شنو قتل المواطن العراقي بالجوع وبالصحه وبالفقر وقطع المياه وقطع الكهرباء وقطع الحصه التمويليه او غلاء المواد الغذائيه. هذول هم راح يقدمون لنا. ولدي جنب بن عمه صارت الدوله تندار بن عمك وبن خالك. صارت خالك عمك الدوله. اي صار العراق اي توصل مرحله وصل مرحله يعني حشا ما نقدر نعبر عن احنا ناس مؤدبين عيب نحكي غير حكي زحمه. فوصل مرحله المتنقل بعد الشيخ هذا العراق وصل هالمرحله. والله انا راح اجيب زيد من الناس او فلان من الناس. لا عمي شنو ما عندنا كفاءات؟ ما عندنا ناس محترمه بالعراق تقود البلد. عندنا ناس كفاءات عندنا ناس محترمه. واللي يقول غير هالشيء هذا باطل مو عراق وما عنده اي غيره. عندنا ناس محترمه فهم مجال خليه يتقدمون. من يعطي مجال؟ البلد الصورة ها؟ من يعطي مجال؟ يعني الناس طلعت الناس طلعت بثورة تشرين وتم قمعها وقتلها. استاذ عمر استاذ عمر نعم اسمعني استاذ عمر احنا شوفوا عليه بعد انا طبعا هاي تحية ثورة تشرين والله يرحم شهداها نعم والله يشافي جرحاها واللهم يطول اعمار شبابه ويعطيهم صحة وسلامة. استاذ عمر احنا بعد ما شعارات مثل مال لا هاد ولا عامر هي عزة ظل الزاد ما ادري شلونها ما تفيد احنا ايش يفيدنا؟ احنا اللي يفيدنا هسه ايد وحده من زاكو الى الفاو. ايد وحده لان كل احنا ماكلين من خبز هذا الوطن وشاربين من ميه تفيدنا ايد وحده. هي شغله اقول لك شغله ساعتين هاي انطب له والله ساعتين هو ربع ساعه الله وكيلك بس نوصل لما باب الخضراء الجماعه كل من جمصه وعائلته برا وفي ماله. انطب الخضراء نلغيها. نلغيها عن بكرة أبيها وساحة السودة من صارت منطقة سبها الخضراء عندنا يعني هالتحنة ما عندنا حشا ما يقولوا بكر غير هاي الناس الثلاثة اللي تحكمنا صارنا 18 سنة ما مقدمين أي شيء. جلبونا السهبة جلبونا المرض جلبونا الحالة النفسية جلبونا الانتحار جلبونا الأمية. أول ناس نعلم القراءة والكتابة عندنا 60 أو 50% أمية يعني هاي طبعا شلون هاي الناس تظل الدول علينا علينا شنو بطل فيها؟ بس مرخصك تحت عمر بلش شغله وشعربه مخبوط الاعلام ماله بطل ديت ب 4000 انت كذب تحكي شنو بطل ديت؟ شنو بطل ديت؟ وين وصلنا احنا مرحله زين اذا شكلت الحكومه برايك راح يتغير شيء؟ نعم يتغير شيء بواقع العراق على على ينعكس بشكل ايجابي على المواطن العراقي؟ الحكومه تتشكل من ياه ناحيه من هاي الناحيه اللي احنا بيها. استاذ عمر جاوبني الحكومه تتشكل من هاي الناحيه اللي احنا بيها يعني من هاي الفئه السياسيه؟ اي هو هم يريدوا يشكلون حكومه نعم. بنتكلم على الاحزاب اي الحاكمه اللي صار لها من 2003 ولغايه الان واللي دا يجتمعون هسه. يشكلون الحكومه نفسيتهم. اكو مثل عندنا شعبي انا سمعت اياه يما حسين كنت بوحده صرت باثنين. شكلت الحكومه من هاي الاحزاب نفسيتها. استاذ عمر هاي الناس الله يخليك ويطول عمرك ارجوك اسمحني ارجوك هاي الناس اجت الخراب اجت حاقده هم كانوا مجرمين والنظام السابق كان صادق من طارتهم ناس مجرمين حراميه لا قرايه لا كتابه لا فهم لا علم لا تخطيط لا كل شيء. هسه انت تقعد ويا اكبر واحد من عندهم اقعد وياه اقعد ويا رئيس الوزراء قل له يا رئيس الوزراء يا مصطفى الكاظمي تعال اقعد عنه شنو خططك المستقبليه؟ شنو برنامجك الحكومي؟ ايش راح تسوي للبلد؟ شلون راح تقدم البلد؟ شلون راح اطور الزراعه؟ شلون راح اطور الصناعه؟ الصحه ايش راح تسوي لها؟ الطرق والجسور ايش راح تسوي لها؟ دزوا البراد مقبلات على جفاف شلون راح تحل ازمه المياه؟ انت قاعد وياه وسولف وياه والله العظيم
لا جاوبك جواب مستعد اقدم رقبتي فدوه الك وللعراق. الله يحفظك. الله يحفظك ويسلمك. انا اشكرك يا من بارك. انا معنا محمد من امريكا. محمد، بعد مضي 5 أشهر من الانتخابات التشريعيه في العراق، هل سوف يتم تشكيل الحكومه بعد هذه اللقاءات اللي جمعت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع زعامات في الاطار التنسيقي واتصاله مع نور المالكي يوم الخميس؟ وكان هو يؤكد دائما في يعني منذ الانتخابات بعد نتائج الانتخابات كان يؤكد على ما يسميه يعني حكومة أغلبية وطنية. محمد تسمعني؟ محمد من أمريكا. تفضل محمد. تفضل. أسمعك أخي. تفضل. هو هذا المقتدى هو مجرم. شنو يشكل حكومة؟ هو مجرم. عم يتسوى بالمتظاهرين. هو قبل أسبوع بالحلة سوى بالعالم، كتب العالم كتلهم. عمي يا حكومة، عمي هو تيار صدري إرهابي، هم ميليشيات إرهاب. شنو يخلون الحكومة يشكل حكومة؟ يوم مستمين هم العصابات، هادي العامري والخزعلي وذاك الأخ محمد الحلبوسي الحرامية النشالة، كتلوا دم كتلوا الأبرياء الشعب العراقي من 2003 كتلوا بالعالم لحد الآن. يا تيار صدري، تيار الإرهاب، الإرهاب دولة شياطين الأرض، ولا شياطين الارض. عمك تلو الشعب، تلو المتظاهرين، تلو ود الخايبه. عمي دول مجرمين يا حكومه. سال عمر يا حكومه، حكومتي ايش؟ عمي شعوب تضحك علينا، تعطلنا كفيلك الله، حاطين المقتدى كنا سطل مال لبن، حط رمامة على راسه. لا شوف، انت من حقك تمام محمد، من حقك تعبر عن رايك بس بدون تجاوزات. ارجوك عبر عن رأيك. تمام، اهدأ وتفضل اطرح رأيك. تمام، بس بدون تجاوز أرجوك. تفضل. على أي شخصية كانت؟ على عوائهم. شلون؟ الله يهجمه هجم عليهم إن شاء الله. ذا هذا رمضان الجاي عمي دمروا البلد. عمي يا صدير يا هذا، عمي كلهم عصابات كفيلك محمد. كان عمر قالوا مجرمين ليس يحكمون العراق. والله العظيم دورة 20 لازم يطلعوهم تكرم بالقنادر. لا مقتدى ولا الحلبوسي ولا غير ابو الحلبوسي. عمي دول مجرمين. عمي دمروا الشعب. شوف المواد الغذائيه سواها بيش. عمي الشعوب قامت تضحك علينا. عمي تشوف الفساد مالهم وين وصل لابو موزه. عمي تشوف الفيس من ذن النسوان تابعين لهم جماعه مقتدى الصدر وغير هذا تيار الصدري. عمي شنو ذول؟ عمي والله زيفوه. عمي يروحون فدوى القندره صدام حسين الله يرحمه. دول الحساله والله العظيم، دول الحساله مذبل في التاريخ. دول هم وعمايمهم القذره. لا بدون محمد يتفهم. محمد من امريكا كان معنا طبعا المتصل ويتحمل رايه، واحنا ناكد دائما بانه التعبير عن الراي في هذا البرنامج يكون بطريقه حضاريه بدون التجاوز. انت مختلف مع اي شخص، لك الحق ان تتكلم وتعطي رايك بشكل حضاري دون تجاوز. رجاء دائما ناكد على هذا الشيء. معنا حيدر من البصره. تفضل حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حيدر، بعد مضي 5 أشهر من الانتخابات التشريعيه، راح تشكل الحكومه في ظل هذه يعني الاجتماعات واللقاءات بين زعيم التيار الصدري وبين أعضاء أو زعامات في الإطار التنسيقي والاتصال اللي كان بين المالكي والصدر يوم الخميس الماضي؟ ما تشكل. تفضل. ما تشكل حكومة لأن كل ما يفكر بمنصبه تشكل فلياساتي يفكر يا وزارة ياخذها يستفاد فيها شيء. ما عاد يفكر بالشعب المسكين جوعان. كل ما يفكر بالوزارة اللي فلوس اللي صفقات. ما يفكرون بهذا المواطن المسكين اللي بطل الزيت ب 4000 دينار تمان صار 50 فوق 50، الزيت الكرتون 60,000. يعني انت حيدر يعني تي تقول بانهم هم ملتهين بالمناصب وعايفين حال المواطن؟ اي مو هم يفكرون بالوزارات. يا وزارة اللي بيها صفقات وفلوس ودولارات يفكرون به، ما يفكرون بالمواطن الصغير مصالحهم الخاصة. يفكرون بالمواطن استغلوا على مناصبهم. مواطن ما خلاهم المواطن يجدي منه ومنه ومتبادل حال حاله. هاي واحدة.
ثانيا حتى الرعايه صارت بالرشوه بفلوس، تسجيل الرعايه صار بفلوس، مو صار خدمه الشعب والمواطن، لا تدفع فلوس رشوه يلا سجلوا لك رعايه. اي نعم نعم استاذ علي، وأنا أشكرك جدا ومع السلامة. أنا أشكرك حيدر من البصرة، كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. هل سوف تتشكل الحكومة بعد مضي 5 أشهر من الانتخابات التشريعية في العراق؟ طبعا تحدث رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وقال بأن واقع الدولة والتزاماتها والتحديات اللي تواجهها يتطلب من الجميع كما قال العناية بمعادلة الحكم وليس بمن يحكم وحصص الأطراف، ودعا إلى العمل على تشكيل حكومة قوية ومنضبطة وتضامنية قادرة على إدارة مهام الحكم. حذر من أن واقع الدولة السياسي والاقتصادي والأمني لا يحتمل الاستمرار بإدارة هشة وتخادمية وفوضوية للحكم، وشدد وقال علينا ألا ننسى حجم الاضطراب الاقتصادي والأمني إقليميا ودوليا وانعكاساته المباشرة على اقتصاد العراق والمواطن العراقي. تابع بأن المرحلة القادمة لن تحتمل الاجتهادات الخاطئة والبدائية الإدارية وتضارب السياسات والاستمرار بالاعتياش على الدولة أو المخاطرة. معنا اتصال أبو عمر من الأنبار. أبو عمر، بعد مضي 5 أشهر من الانتخابات التشريعية، هل سوف تتشكل الحكومة في العراق؟ هل سوف ينعكس ذلك بالإيجاب على حال المواطن العراقي خاصة في ظل ارتفاع الأسعار اليوم؟ والله أخي دول أنطيهم لهم 5 سنين كلهم يشكلون حكومة عادلة. إيه هذول كلهم هم كانوا منازمين برا وكلهم ميليشيات أرامية، والنوب فوق عزاد المالكي بعد أكثر اللي ذبح الناس من الموصل وهي جاية وذبح الدنيا كلها، والنوب مقتده وهذا مثل ما يقول ذبح ميليشيات، وكلهم هذول كلهم عصابة، كلهم من السنة للشيعة، كلهم هذول ما يصلحون. إذا تجي الواقع والصحيح ما يصلحون حكم هذول، يعني هذول ميليشيات وذباحة وإلهم سوابق كثير. يعني حتى إذا تشكلت الحكومة ما راح يتغير شيء؟ معقولة ما راح يتغير شيء؟ والله ما يتغير شيء بزيان، بأسوأ. يرجع الأسوأ أكثر النوم. نعم. وأنا أشكركم بارك الله. شكرا أبو عمر من الأنبار كان معنا. معنا عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق، بعد مضي 5 أشهر على الانتخابات التشريعية والحراك السياسي بين زعيم التيار الصدري وزعامات في داخل الإطار التنسيقي واتصال الصدر بنور المالكي يوم الخميس، هل سوف تتشكل الحكومة بعد هذه الأشهر الخمس؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك دكتور عمر. قول الرسول يقول لا يبدغ المؤمن الجحر مرتين. احنا 18 عام وياهم وجربناهم وشفناهم، يعني ناس بعيدين يعني عن هم المواطنين وعن حقوق الوطن، هم يعني همهم الوحيد هو مصالحهم، يعني مقتدى الصدر
من رفع شعار لا شرقية ولا غربية. أنا واحد من الناس يعني شوف الشعار ما كاذب، ليش؟ لأنه الظرف الواقع هو يقول لك أنت يعني ما تقدر تطلب هذا الشيء، لأنه أنتم البنيان مالكم بنى على أساس خطأ، هو المحاصصة والمكونات يعني ما معناته التوافقية. فما ممكن يعني أنت تنفرد بوحدك بالساحة. فكان الشعار هو يعني الناس قالوا لا راح يقدر يتطور حكومة يتم الواقع يفرض بأنه ما يصفون لأي شخص لأي كتلة تنفرد بوحدها، لأن هم من بنوا الأساس ما تبنوا على الغلط على المكونات. فمن قسموا العراق والله إن شاء الله يخصب أعمارهم، من قسموا العراق هذا سني وهذا شيعي وهذا كردي، هم هذا البنيان اللي هم أسسوه هم يمشون عليه. يعني ما استفدت من عندهم خير ابد، لان هم دول هذا المبدا مالتهم. واعتقد يعني احنا اكتفينا بالشعارات، يعني يحكي لك بالوطنيه وهو بعد كل الوقت كل بعد عن الوطنيه، يحكي لك عن يعني اليوم يعني انت الواقع اللي احنا جايين نعيشه واقع مؤلم، يعني نتيجة يعني حالة تشكيل صعود الأسعار، نعم، نتيجة للغلاء، نتيجة الاقتصاد للعالم اللي جاي مرضي العالم، وهم يعني ما معهم يعني شلون مثل ما تقول أهمية لهذا الوضع العالمي اللي ما تعرف النتيجة مالته شنو هو، يعني قادم الأيام ما تعرف شنو هو، وهم مستهين والله المالكي صالح ويا مقتدى، وصالح عبد ما طلع وطالب انا شنو اللي انا افضل من مصالحته؟ انا اريد اتم الحياه المواطن، اريدك يعني تكون حريص. انا ما عندهم هذه يا دكتور. نعم. هذه ناس يعني مثل ما تقول يعني اخي عبد الرزاق، عبد الرزاق تسمعني عبد الرزاق؟ يعني هاي حالة انه بعد كل انتخابات ستة اشهر ومرة سنة تقريبا حتى تشكلت الحكومة، زين اذا انت كل هذه الفترة حتى تشكل حكومة، طبعا هم وراها يتبع انه تعال هذه الوزارات لم تكتمل، يعني تم تسمية وزراء ليس نصف ممكن تشكيل الحكومية، زين اذا كل هذه الفترة حتى تشكل حكومة، شو وقت انت راح تقدم برنامجك الحكومي؟ ايش وقت انت راح تنفذ؟ ايش وقت راح تخطط؟ شنو راح تفيد المواطن اذا انت عندك اربع سنوات، سنه منها تقريبا طارت، شو بقى يعني؟ هذا شو مفسره هذا الامر؟ رحمات على والديك. اكيد دكتور هم هذا الاسلوب مالتهم الممارسه، يعني الهدف مالته هو تجويع المواطن العراقي لغايات كبرى. يعني الغرض مالتهم هو تدمير المواطن العراقي وتجويعه وتركيعه لأهدافهم الخاصة بهم، حتى يستبحلون بالبقاء ويسيطرون لك على الوضع الطار بالعراق، لأنه ما زالت المحاصصة موجودة فهم موجودين، ما زال المواطن جائع وما زال المواطن يمر بأزمة اقتصادية أو صحية هم موجودين. فهذا هدفهم، هو يعني إذا المواطن العراقي فهو ما مال يفكر مصلحة المواطن وشون يعني يشتغل على يعني خدمة المواطن، هذه بعيدة كل البعد عن مقاييسهم، بعيدة كل البعد عن اللي هم جايين به. نعم ما أعرف يعني الناس يعني ما أعرف يعني مفروضة يعني الناس ما مغلوط عليهم مفروض عليهم أو هم يعني عندهم عداء هذا الشعب. أنت تعرف كل زين يعني تسمع اللي يجوك من 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 خارج، وهذا يحمل ولاء لهذا البلد وذاك يحمل ولاء لهذا البلد، يعني تشتكي كثر من هذا الدكتور. يعني أشكرك عبد الرزاق من باب الكنا. معنا ميثم من كركوك. ميثم، هل سوف تتشكل الحكومة بعد مضي خمسة أشهر من الانتخابات التشريعية في العراق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله يا أخي إحنا تشكل الحكومة ما تشكل الحكومة، يعني إحنا نجي حتى يعني
يعني وصل الزيت 4000 دينار. يعني هاي اللي ما عنده هاي منين يجيب؟ والله هي مشكله. يعني ما نقول يعني ما نقول على الحكومه غير حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني نطالب الحكومه ونطالب الدكتور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتنزيل الدولار وتنزيل الاسعار. والله يعني كارثه. يقول لك ماكو لين يتغير. كلام وزير الماليه كان واضح باستضافته قبل نحو أسبوع في البرلمان أو أكثر من أسبوع، قال لن يتغير سعر صرف الدينار، وهذا يعني أكد قبل استضافة وزير المالية، أكد البنك المركزي العراقي ببيان على موقع الرسمي. نعم هو أكد، بس هسه أنت عندك البرميل النفط يعني 115 دولار قابل للصعود. يعني مشكلة وين جاي يودون هاي المليارات؟ ما جاي تستهم. يعني والله الشعب يعني يا أخي اللي ما عنده يبوظ. والله ما نقول كان حسبنا الله ونعم الوكيل. الله المعين. نعم زين، إذا شكلت الحكومة راح ينعكس هذا بالإيجاب على المواطن العراقي برأيك؟ والله يعني ما نعرف، إحنا نقول إن شاء الله ينعكس. يعني وإحنا يعني نتمنى اليوم قبل باشر الحكومة يعني تتشكل ويقعد القانون، ونتمنى الدولار ينزل والأسعار تنزل. يعني نتمنى يعني هاي الشيء. اي بس هي هاي الأطراف ميثم، هذه الأطراف اللي اليوم هي مسيطرة على المشهد السياسي في العراق، هي نفسها اللي وافقت على خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار. هل ممكن انه واحد يتأمل من ناس صار لهم 18-19 سنة يحكمون البلد؟ شنو اللي تغير بيهم؟ والله يعني؟ والله ما بيد الشيء يعني شو يقول؟ يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الشعب ما بيد شيء. يعني الأحزاب هي اللي جاي تحكم. يعني نتأمل من الله ثم من يومهم. يعني ما بيدنا شيء. يعني يا أخي عندك هسه يعني السعر مال بطل الزيت يعني كان شيء نغيم 7000 وربع، حتى 4000 بالله عليك. الفقير اللي ما يملك شيء، لا راتب لا وظيفه مدنيه لا صام، يعني منين يروح يبوك؟ يعني احنا يعني نريدهم يعني بس يدهجون الشعب يشوفون حال الشعب. نعم انا اشكرك ميثم من كركوك، كان معنا خالد من بلجيكا. تفضل خالد. خالد تسمعني؟ السلام عليكم. حياك الله. يا هلا بيك. هل سوف تتشكل الحكومة بعد هذه الأشهر الخمس على الانتخابات التشريعية في العراق، وما هو انعكاسه على واقع المواطن العراقي؟ أنت تدري أنه اليوم يعني المواطن العراقي يشكو من غلاء الأسعار، انخفاض قيمة الدينار العراقي، قلة الوظائف. رأيك؟ حقيقة نتائج الانتخابات أجهضت عملية ولادة حكومة جديدة. يعني هي عملية إجهاض وليس عملية ولادة للحكومة. جماعة الإطار التنسيقي أيضا عاتوا بالأرض فسادا. التيار الصدري لا يملك مقاعد، لكنه لا يملك طاقات تؤهله لأن يقود هذه المرحلة الحرجة من العراق. طبعا هذا كل التيارات والأحزاب الموجودة في العراق غير مؤهلة لقيادة مرحلة حاسمة مثل هذه المراحل. القادم لا أعتقد أنه يبشر بالخير. كل القراءات السياسية تشير إلى هناك تأزم في المرحلة القادمة. لا يوجد أي بشائر للخير في المرحلة القادمة للأسف، يعني مع كل أسف. أني أشكرك خالد من بلجيكا كان معنا. أبو علي من البصرة، تفضل أبو علي. أبو علي تسمعني؟ نعم. مظلوم، انقطع الاتصال كذلك. طبعا
هذا الحراك السياسي يأتي بعد جمود دام لعدة أسابيع لحل أزمة اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، بينما أكدت مصادر في محافظة النجف وفي بغداد بأنه جاء بتدخل رجال دين بارزين في العراق وشخصية مهمة في طهران من دون تسميتها، ولكن هناك من سماها وقال بأن علي خامنئي ضغط بهذا الاتجاه. العراق منذ يومين يشهد حراكا سياسيا متسارعا للتفاهم على المرشح لرئاسة الحكومة في ظل وجود مؤشرات على وجود انفراج كما تقول أو مصادر سياسية وصحفية عن وجود انفراج في الأزمة السياسية التي ضربت البلاد منذ الانتخابات التشريعية التي جرت قبل 5 أشهر. اتصال زعيم التيار الصدري جاء مقتدى الصدر برئيس ائتلاف ذوات القانون نوري المالكي يوم الخميس الماضي ليحرك هذه الحوارات من جديد في ظل الحديث عن طرح الصدر على الإطار التنسيقي مرشحا لرئاسة الوزراء كما تحدثنا، وهو جعفر محمد باقر الصدر، طبعا هو ابن عمه وكذلك هو سفير حكومة الكاظمي في بريطانيا. مصادر سياسية مطلعة قالت بأن قوى الإطار التنسيقي لم تعترض على مرشح الصدر لرئاسة الحكومة، كذلك فإنها لم تمنح الموافقة النهائية. أوضحت لصحيفة العربي الجديد وقالت بأن اليومين المقبلين سيشهدان المزيد من اللقاءات من الإطار التنسيقي وتيار الصدر، لهذا اللي حصل اليوم، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة. ولفتت إلى أن أهم ما شهدته أحداث اليومين الماضيين وجود حلحلة في الأزمة وتحريك للمياه الراكدة، هذا حديث المصادر السياسية للصحيفة، وبينت بأن الصورة النهائية لمسار التفاهمات بين الجانبين ستتضح خلال الأسبوع الحالي، ومن المتوقع أن يكون هناك لقاء يجمع الصدر والمالكي يوم الاثنين القادم بحسب عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي الذي تحدث لصحيفة الصباح وقال بأن الاتصالات التي جرت بين الصدر والمالكي سبقتها عملية ترطيب للأجواء من أجل التطمينات والنأي بعيدا عن الخلافات السابقة، وأضاف بأن اختيار رئيس الوزراء المقبل يحتاج إلى وقت لكون هذه المسألة تخضع لدقة وفحص الشخصيات التي ستطرح، وأكد بأن الإطار التنسيقي أصر رغم الضغوطات على أن يذهب الجميع موحدين لتشكيل الحكومة وكل حسب وزن الانتخابي. معنا اتصال مظلوم من صلاح الدين، تفضل مظلوم. عليكم السلام. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. أنا وسهلا شلونك استاذي؟ شلون يا أهلا بي. أهلا وسهلا. الله يعزك الله يسلمك. احنا هاي الانتخابات هاي صارت كم سنة من 2014 لحد هذا يومك، كل شيء ما استفادينا من الانتخابات، جرايح واحد جاي ثاني، رايح مدري جاي، كل شيء ما استفادينا من عدها كلها. آخر شيء نعم جت الكتل وأخذت المالات من حصصنا، أخذوهن والله، وبام بيت شعر لهم يقول دشيل يلعق عق دشيل وذيل الطويل، يقول هم ماكل هذا الشعب، هذا الفقير هذا الشعب شعب فقير، أخذوا أمواله، أخذوا حلاله، أخذوا دمروا خلاص بالكامل. أنا أحكي لك، أنا نازح وطبيت المنطقتي، أخذوا كل بطاقة 500,000، يلا طبيت المنطقة. وين منطقتك مظلوم؟ صلاح الدين البلد. ها بلد. كل بطاقة أخذوا 500,000، يلا طبينا لبيوتنا، لقينا بيوتنا مفلشة، سياراتنا محترقة، هاي كلها لقيناها بالكامل مختفية خلاص. نعم. جي طبت لجن، طبت غير من لجن، طبت قالوا رحنا نعمر المدارس، نعمر المراكز، نعمر هذه. أول ما طبوا قال لهم لا، لازم ناخذ نسبة من عندكم، لازم ناخذ نسبة من عندكم. هاي جت لجنة منظمة من غير الدول قالت أنت تاخذ نسبة، أنا جاي متبرع للمدارس للمستوصفات، شلون تاخذها كلها؟ ما تايمات ناس فقرة دزتها هم تكسب بيها أجر.
لا قضوا وراحوا شالوا لحالهم قبر. فانت تاخذ نسبه وانا اخذ نسبه والاخر ياخذ نسبه. المواطن ايش استفاد؟ نعم الله يعينكم. أنا أشكرك مظلوم من صلاح الدين كان معنا. تحدثنا في هذه الحلقة حول ما إمكانية تشكيل الحكومة بعد مضي 5 أشهر على الانتخابات التشريعية والاجتماعات التي تحدث في هذه الأيام بين زعيمة الصدر مقتدى الصدر وزعمات الإطار التنسيقي واتصال بينه وبين نوري المالكي. ومن المتوقع أن يكون هناك لقاء بين نوري المالكي وزعيمة الصدر يوم الاثنين. الاتصالات كانت كلها تقريبا تتحدث عن بأنه يعني لا أمل في الحكومة القادمة في ظل الوضع الراهن، خاصة يعني أغلب المتصلين الأخوة المتصلين تحدثوا عن الوضع الاقتصادي في البلد وبأن المشهد هو متكرر منذ العام 2003 ولغاية الآن. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.